السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتفتتح هذه الدورة بعون الله وتوفيقه إن شاء الله تعالى، وهي كما أعلن عنها مختصة بالاعتقاد وما يحتاجه طالب العلم من مسائل الاعتقاد من أنواع التوحيد ومتطلباته وما يضاده ويناقضه. ولا يخفى على أحد أهمية هذا العلم، وأنه رغم أهميته وأنه أصل العلوم وأساسها وقبول الأعمال كلها متوقف على تحقيقه، على تحقيق التوحيد. والدرس الأول في هذه الدورة هو في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد، الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو غني عن التعريف. وموضوع كتاب التوحيد في الجملة توحيد العبادة، توحيد الألوهية، نظرا لمسيس الحاجة إليه. فالإمام رحمة الله عليه رأى أن الحاجة ماسة في عصره إلى تحقيق هذا التوحيد، وأن الناس من أهل زمانه أخلوا بهذا التوحيد حتى شابه من وجوه من بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث وجد الشرك بأنواعه. وأما بالنسبة لتوحيد الربوبية فهذا يعترف به المشركون ولم يجحدوه، والمؤلفات فيه من قبل المسلمين كثيرة. والشيخ حينما ألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى تلمس حاجة الناس، فلم يبسط أنواع التوحيد، أعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، مثل ما بسط توحيد الألوهية، نظرا للحاجة الماسة الداعية إلى ذلك. وكل مؤلف يريد نفع المسلمين إنما يؤلف فيما تمس حاجتهم إليه، فيما تمس حاجتهم إليه. فإذا رأى أن الحاجة ماسة في وقت من الأوقات إلى نوع من أنواع العلوم، تصدى للتأليف فيه وبيانه وكشف ما يلتبس على الناس فيه. قد يقول قائل أن المؤلفات قد تبلغ المئات في فن واحد، بل في شرح كتاب واحد، فكم من تفسير ألفه المسلمون على كتاب الله جل وعلا، لماذا لم يكتفي بعضهم بمؤلف بعض الآخر؟ لماذا لم يكتفي المتأخر بمؤلف المتقدم؟ وما زال العلماء يفسرون كلام الله إلى يومنا هذا، بل إلى ما شاء الله، ولم يكتفي بعضهم ببعض. وقل مثل هذا في شروح الأحاديث، فكانت التفاسير التي تشرح كتاب الله جل وعلا لا يمكن أن يحاط بها، فإذا وجد من الحواشي على تفسير واحد أكثر من 100 حاشية فكيف بجميع التفاسير؟ ما قال أنه يكتفى بتفسير الطبري عن تفسير البغوي عن تفسير ابن كثير عن كذا كذا. والحاجة ما زالت داعية إلى التفسير، وما زال العلماء كل من جاء
يرى أن هناك جانب من جوانب التفسير لم توفى حقه، فلذا تجدون لكل تفسير خصائص لا توجد في غيره. وأما التفاسير التي هي مجرد نقل من غير تحرير ولا تحقيق ولا تجديد، هذه حكمها حكم العدم. وكذلك الشروح، قال قائل أن البخاري ما زال بحاجة إلى شرح، مع أنه شرح بشروح كثيرة جدا، مطولات ومختصرات. حتى قال الشوكاني رحمه الله لما سئل طلب منه أن يشرح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح. والمعنى هذا أن الحاجة سدت بفتح الباري فقط؟ لا، فتح الباري لا يغني عن عمدة القارئ، عمدة القارئ لا تغني عن إرشاد الساري، وكلها لا تغني عن شرح ابن رجب، وهكذا. أما بالنسبة لتوحيد الألوهية الذي صنف فيه الإمام المجدد هذا الكتاب، فالحاجة داعية بل ماسة، والناس أحوج إلى بيانه في كل وقت، في كل وقت، لكن في وقت الشيخ رحمه الله تعالى كانت الحاجة أشد. أنواع التوحيد ألف فيها المؤلفات الكثيرة، وكل أكثر المؤلفات تعالج توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات له نصيب. وأما توحيد الألوهية فرأى الشيخ رحمه الله عليه من الواقع الذي يعيشه، من الواقع المرير الذي تقع فيه المخالفات في أصل الأصول وهو تحقيق التوحيد، رأى رحمه الله تعالى أن الحاجة ماسة إلى التأليف في هذا النوع من أنواع التوحيد. وإلا فأنواع التوحيد كما قررها أهل العلم بطريق الاستقراء للنصوص ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله: الخلق، الرزق، إحياء الإماتة، كل هذه من خصائصه جل وعلا. لا يدعي أحد أنه يخلق، ولا يدعي أحد أنه يرزق، ولا يدعي أحد أنه يحيي، إلا على طريق المكابرة مع علمه وجزمه يقينا أنه لا يستطيع ذلك، ولا أنه يميت. قد يكون الإنسان سببا في رزق مخلوق، وقد يكون سببا في إماتته، لكنه قد يكون سببا في إنقاذ حياته إذا أشرف على الموت وأسعفه، فالذي أحياه هو الله جل وعلا، لكن هذا سبب. فالإنسان حينما يتصدق من ماله الذي اكتسبه وتعب عليه، هو في الحقيقة إنما أعطى من مال الله الذي أعطاه إياه. والله جل وعلا حينما يكتب الحياة، حياة الغريق مثلا، على يد من أنقذه، فالمحيي هو الله جل وعلا، لأن الأجل لم يتم، ولكن هذا صار سببا في إنقاذ هذا الغريق من الهلكة. فالخالق هو الله، ولا يدعي أحد أنه يخلق نفسه أو ولده فضلا عن غيره. والرازق هو الله جل وعلا، والذي كتب الأرزاق وقدرها، نحن قسمنا بينهم معيشته. والمحيي والمميت هو الله جل وعلا، ولا أحد يدعي ذلك، حتى ولا أهل الشرك من بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعون ذلك.
وأما توحيد الله بأفعال العباد وتخليص وتنقية هذا التوحيد فهذا هو الذي أشرك فيه المشركون القدامى والمحدثون، فهم وإن كانوا يعترفون بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق والمدبر والمحيي والمميت لا إله لا خالق غيره، لكنهم وإن صرفوا له شيئا من أنواع العبادة إلا أنهم يصرفونها أيضا لغيره فقد أشركوا، وإن طافوا بالبيت لله جل وعلا إلا أنهم يقولون لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا ولك تملكه وما ملك، فهم يشركون مع الله جل وعلا، وهذا النوع من التوحيد وجد الخلل فيه قديما وحديثا. والإمام المجدد رحمه الله يقرر رحمة الله عليه أن الشرك في هذا النوع في العصور المتأخرة في زمنه رحمه الله أشد مما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يشركون في الرخاء لكنهم يخلصون في الشدة، ومشركوا زمانه رحمة الله عليه ومن بعدهم إلى يومنا هذا شركهم دائم في الرخاء والشدة، تجد في أوقات الأزمات يقول يا فلان يا علي يا حسين يا بدوي يا عبد القادر، في أحلك الظروف يقول ذلك، لكن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، يعني في حال الأمن يشركون وفي حال الشدة يخلصون، بينما تجد الآن والإنسان يتعرض إلى غرق أو حرق أو دهس أو ما أشبه ذلك يقول يا فلان يا فلان، فشركهم دائم في الرخاء والشدة، فلما اشتدت الحاجة ومست بل دعت الضرورة إلى بيان هذا النوع من أنواع التوحيد خصص الإمام المجدد رحمة الله عليه هذا الكتاب في توحيد العبادة، توحيد الألوهية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى وما خلقت الجن بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد وقول الله باب قول الله تعالى ترجم هكذا. اي نعم، باب قول الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، يعني هل كتاب التوحيد ترجمة كبرى يندرج تحتها جميع الأبواب اللاحقة أو أنها ترجمة خاصة بهذا الباب، ويكون المراد بهذا الكتاب هذه الترجمة بيان معنى التوحيد؟ الآن هل كتاب التوحيد قبل البسملة أو بعدها؟ يعني الكتاب التوحيد هل هو عنوان للكتاب كله أو عنوان لهذا الباب؟ كتاب كله. ها؟
إيه لكن النسخ اللي بأيدين الطبعات القديمة كلها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. وهل التراجم اللاحقة قسم أو قسيم لهذا الباب؟ لأن مقتضى كلامه أنه باب قول الله تعالى وما خلقت الجن. نعم. ها؟ شو؟ ما في باب أول. ما في باب أصلا. الوليد ذكر كتاب التوحيد. شو؟ نسخة الوليد شرح. أتحمل ما جيت إشكال. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. كتاب التوحيد وقول الله تعالى. كأنهم رأوا أن كتاب عنوان الكتاب كاملا وأن جميع الأبواب اللاحقة مندرجة تحت هذا العنوان الكبير، ويدل على ذلك كلمة كتاب، لأن هذا كتاب ويتلوه كتب. نعم كيف؟ لا أصبح قسيما، لكنه كتاب واحد تحته أبواب، تحته أبواب، وهذه الأبواب أقسام لهذا الكتاب وأنواع له. وعلى كل حال الوضع الطبعات القديمة كلها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى، ويكون المراد بهذا الكتاب لهذه الترجمة الخاصة وما تحتها من آيات وأحاديث في بيان معنى التوحيد. اللي هو الكتاب. الآن عنوان الكتاب بالكامل كتاب التوحيد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقوله الذي هو حق الله على العبيد مأخوذ من الحديث الذي يأتي، ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد، حقه عليهم التوحيد، ولذا قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا العنوان الأكبر للكتاب. ثم بعد ذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. هذا فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ الكتاب تقدم الذي هو العنوان، ولو كان باب التوحيد وقول الله تعالى لقلنا إن المراد بالترجمة باب معنى التوحيد، باب معناه الذي تشرحه الآيات والأحاديث التي أدخلت ضمن الترجمة. الإشكال زال ولا باقي؟ عن التصرف هذا الموجود من بعض الطابعين. الآن قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ثم بعد ذلك مقدمة من وضع المحقق مباشرة باب قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب أنا البسملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى واكتفى بها في مقدمته، المحقق اكتفى بها في مقدمته هو، والأصل أنها موجودة، موجودة في كلام المؤلف، إلا إذا كان مثل بعض المحققين يكتفي بالبسملة المرسومة بطريقة مزخرفة في أول صفحة يراها أنها هي البسملة في الكتاب. هل هذه تكفي عن بسملة الشيخ رحمه الله؟ ثم بعد ذلك بعد هذه البسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة كتاب التوحيد، ثم جاء بكلام له للمحقق نفسه، ثم بعد ذلك باب قول الله تعالى. لا شك أن هذا خلل في التحقيق، هذا خلل في التحقيق. قد يقول إن هناك إشكال في ترجمة كتاب وما بعده كلها أبواب وليس لهذا الكتاب قسيم ولا قسائم، يكون فيه إشكال. هذا العنوان الأصلي للكتاب
فالمفترض أن يكون هنا باب كالأبواب اللاحقة. نعم من حيث الترتيب المنهجي للتأليف يمكن أن يقال هذا، لكن الأصل إبقاء كتب أهل العلم على الوضع الذي تركه مؤلفوها عليه. نعم. ما أدري ليه فيها شك، يعني كأن الكتاب لا عنوان له، يعني من الأصل بسم الله الرحمن كتاب التوحيد بدون عنوان. لا 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 اتفاقا ما في مقدمات. هذه يذكرها بعض النساخ، هذه يذكرها بعض النساخ، أما الأصل ما في. ولذلك تكلموا لماذا لم يذكر الشيخ مقدمة؟ يعني نسخة معتمدة. من اللي يقول هذا؟ إيه؟ على كل حال أكثر الشراح يشرحون على هذا الأساس أن الكتاب ليست له مقدمة، وأنه نظير صنيع الإمام البخاري، نظير صنيع الإمام البخاري، يعني على هذا أكثر النسخ، على هذا أكثر النسخ. المقصود أن مثل هذا التصرف الذي وضعه هذا المحقق، يعني لم يذكر كتاب التوحيد إلا في الترجمة، ترجمة العنوان الأصلي للكتاب، ولا كررها مرة ثانية بدءاً بها في مقاصد الكتاب، هذا لا شك أنه وإن كان من حيث الناحية المنهجية أن الكتاب هو العنوان الأكبر للكتاب، وما بعده ينبغي أن يكون أبواب، لكن الطبعات القديمة كلها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه بعدها يا شيخ. كيف بعدها؟ قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما في قل تعالى بعد قل تعالى واتل. هذه بعدها. قدم واخر. نعم. ها سيأتي هذا الاستئناف. نعم. قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
فيه مسائل: الحكمة في خلق الجن والإنس. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل: أولاها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشر آية سورة النساء التي الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون الثانية كلها مرفوعة. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. هذا يقول: متى سيبدأ الدرس الأول؟ هل سيكون مثل اليوم يعني بعد الصلاة مباشرة يبدأ الدرس الأول لمدة ساعة أو ساعة وربع، ثم يحصل بعد ذلك راحة لمدة ربع ساعة، ثم يستأنف الدرس الثاني وينتهي قبل أذان المغرب بربع ساعة ليتمكن الإخوة من أذكار المساء، وأما الدرس الثالث هو بين الصلاتين. هذا يقول: هذا أتمنى أن يكون الشرح كشرح عمدة الأحكام من حيث السرعة والإلمام بالفائدة، من حيث السرعة والإلمام بالفائدة. هذه مسألة يعني طرحت كثيرا في جميع الدروس،
ويختلف فيها الإخوان وتتباين فيها أقوالهم، منهم من يريد البسط ومنهم من يريد الاختصار، لكننا في الغالب يعني إذا كان الباب طويلا فإن نكتفي بباب واحد، وإذا كان قصيرا ضممنا إليه آخر، والشرح سيكون بإذن الله متوسطا لا طويل ولا مختصر مخل. يقول: ما رأيك بكتاب فتح الحميد شرح كتاب التوحيد لعثمان بن منصور، وهل يختصر أو يجرد؟ الشرح، هذا الشرح هو يكاد أن يكون، بل هو بدون تردد أطول الشروح، وظل حبيسا لم ينشر كبقية الشروح، نظرا لما وصف به مؤلفه من خلاف مع أئمة الدعوة. منهم من يقول أن الكتاب يشتمل على شيء من ذلك، ومنهم من يقول الكتاب لا إشكال فيه، ومنهم طال البحث والجدال فيه، ثم في الأخير حقق الكتاب وطبع ونشر، وواقع الكتاب يدل على أن فيه فوائد كثيرة، لكنه كما قيل عن مؤلفه أنه بينه وبين أئمة الدعوة شيء من النفرة، ولا يمنع هذا من الإفادة منه، وما كان فيه من حق فهو مقبول، وما كان فيه ما يخالف الحق فهو مردود. ما الشروح المعتمدة للكتب التي سوف تشرح؟ الكتب المعتمدة، الشروح المعتمدة، أولا هذا الكتاب عن كتاب التوحيد حظي بشروح كثيرة جدا منذ تأليفه إلى يومنا هذا وهو يشرح، وما من عالم إلا وقد تصدى لشرحه، سواء كتب ما شرحه أو أملاه أو سجل عنه أو ذهب أدراج الرياح قبل التسجيل، لكن لا يوجد عالم تصدى لتعليم الناس إلا وقد شرح لهم كتاب التوحيد، ولا يوجد طالب علم إلا وقد حفظ كتاب التوحيد، لأنه من الكتب المهمة الأصلية في هذا الباب، يعني من القواعد والأسس التي يبنى عليها هذا الفن، لأنه في توحيد الألوهية الذي يخفى أمره على كثير من الناس. كثير من بيوت المسلمين، من عوام المسلمين، يقع في الشرك الأكبر وهو لا يدري. فلذا يتعين تعليم الناس حتى العوام إجمالا لأبواب هذا الكتاب، ولو لم يكن عاد بالتفاصيل التي يتلقاها طلاب العلم من أهل العلم. إشكال العوام، نعم يكفيهم التقليد ويكفيهم الإيمان الإجمالي، لكن مع ذلك لا يجوز أن يقعوا في خلل وهم في أوساط علمية وفي بيوتهم من يحسن تعليمهم. ولذا من البر أن يخص المعلم أو المتعلم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه بشيء مما ينفعهم في دينه. مع الأسف أنه يوجد من كبار السن ذكور وإناث من لا يقرأ حرفا من القرآن حتى الفاتح، وفي بيوتهم أفراد ممن يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن بالتجويد، ومع ذلك لا يقدم لهم شيء. من أبر البر أن تعلم أباك سورة أو سور من القرآن أو أمك. وأيضا ما يحتاج إليه مما يصح به إسلام المرء، يعني هل يتصور أن امرأة عاشت في بيئة محققة للتوحيد ودولة قامت على التوحيد أن تسمع محاضرة من داعية امرأة تحذر من كلمة شركية وتبدأ بها في أذكار النوم؟ هذه المرأة ما تفهم، سمعت هذه الكلمة وحفظتها فبدأت بها. يعني ليس من أبر البر أن يعلم عوام المسلمين هذه العقائد التي تنجيهم من النار.
قد يعذر المرء بجهله، لكن لماذا ننتظر أن يموت الوالد أو الوالدة على شيء من الشرك ولو لم يكن أكبر ثم نقول بعد ذلك نعذره بجهله؟ لماذا لا نعلمه ما يصحح اعتقاده؟ والبيوت ولله الحمد مملوءة بالمتعلمين، بل بالمعلمين. وإذا كان نفع الناس نفع العالم للبعيد دون القريب فهذا يشك فيه، شك في إخلاصه. لكن قد يوجد من الكبار من يتصدى لتعليم الناس ونجد أولادهم استفادوا منه، هل نقول أن هذا قصر في حقهم أو أنه حاول ما استطاع؟ لأن الهداية بيد الله. نعم، هذا هو المظنون بأهل العلم. ورأيت شابا يلقن شيخا كبيرا في فجر يوم الجمعة بعد الصلاة سورة الكهف كلمة كلمة، وبعيد عنه من جهة النسب، لكن رأى أنه محتاج، فإلى أن طلعت الشمس وهو يلقنه سورة الكهف كلمة كلمة. فلماذا لا نفعل هذا مع أقرب الناس إلينا؟ تجد الأم ما تقرأ، تجد الأب يحضر إلى المسجد، بل تجده مؤذن أول من يحضر إلى المسجد، ثم يلتفت يمينا وشمالا لا يتكلم بكلمة. لماذا؟ لأنه لا يقرأ القرآن. مثل هذا، أليس من أعظم البر أن يعكف الولد على تعليمه بعض السور التي يقضي بمثل هذا الفراغ ويكسب بها الأجور؟ فهذا من الأهمية بالغاية، يعني في غاية الأهمية. هذا الكتاب شرح شروح كثيرة، منها بل ما يعد من أوائلها تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله بن الإمام المجدد، المولود سنة 1200 والمتوفى سنة 33، شاب رحمه الله، وشي به عند إبراهيم باشا، فأمر الجنود أن يطلقوا عليه الرصاص فقتلوه بعد أن غاضه بإحضار الملاهي والأصوات التي يكرهها رحمه الله. هذا أول الشروح، لكنه لم يكمل، بل هو شرح موسع إلى قول إلى باب ما جاء في المصورين. ثم جاء الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد فاختصر وهذب هذا الشرح وأكمله في كتاب من أنفع الشروح لهذا الكتاب، اسمه فتح المجيد. فحذف من تيسير العزيز الحميد ما لا يحتاج إليه من تكرار واستطراد وما أشبه ذلك، وأضاف ما تمس الحاجة إليه. وشروح لا تكاد تحصر، وحواشي. ومن هذه الشروح هو شرح مختصر وفي غاية الأهمية والنفع، اسمه قرة عيون الموحدين، وهو لصاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو مختصر، والأول مطول. ومنها الشرح شرح عثمان بن منصور، وهو كتاب موسع كما ذكرنا، وفيه ما فيه مما جعل نشره يتأخر ثم نشر أخيرا. وهناك شروح أيضا مختصرة من الشروح السابقة، مثل إبطال التنديد للشيخ حمد بن عتيق، ومنها حواشي للشيخ عبد الرحمن بن قاسم والشيخ سليمان بن حمدان، ومقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. وعلى كل حال، مثل ما ذكرنا، ما من عالم إلا وله بصمة على هذا الكتاب،
يعني شرح هذا الكتاب إما بشرح مكتوب أو مسجل أو متلقى في صدور الطلاب. شرح الشيخ سليمان بن حمدان على ذكره يعنى ببيان المسائل وشرحها وتوضيحها، كثير من الشراح أهمل الكلام عليها، وهي في غاية الأهمية، هي استنباط الشيخ بدقته من النصوص السابقة، وبعض المسائل قد يحتار فيها القارئ لا يجد لها رابطا واضحا بينا وبين ما تقدم من النصوص. فالشيخ سليمان بن حمدان حرص على بيان هذه المسائل. هناك شروح أيضا مبسوطة ومسهلة وميسرة كتبت على هذا الكتاب، منها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشرح الشيخ صالح الفوزان وشروح كثيرة يعرفها طلاب العلم وهي موجودة ومتداولة. هذا بالنسبة لهذا الكتاب. وأما بالنسبة لسلم الوصول فالشرح المعروف المتداول هو شرح المؤلف، شرح الناظم نفس الشيخ حافظ الحكمي اسمه معارج القبول، هذا شرح لا مزيد عليه حقيقة، يعني بإفاضة شرح كتابه. وأما بالنسبة لعقيدة السفاريني فشرحها مؤلفها في شرح مطول جدا في مجلدين اسمه لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. هذا الشرح مطول وموسع ولذا احتاج إلى اختصار، فاختصره شخص يقال له محمد بن علي بن سلوم، وشرحه مطبوع، ووضعه مثل وضع عثمان بن منصور، قيل عنه إنه بينه وبين أئمة الدعوة شيء من النفرة. واختصر شرح السفاريني على عقيدته الشطي في كتاب اسمه مختصر لوامع الأنوار البهية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للشيخ حسن الشطي الحنبلي، وهذا مطبوع قديما قبل من 80 سنة، مطبوع في دمشق، ولذا قد لا يوجد إذا بحث عنه. وأيضا اختصر لوامع الأنوار الشيخ محمد بن مانع، واقتصر منه على حاشية توضح ما يحتاج إليه من ألفاظ المتن، والشروح كلها مطبوعة ومتداولة. وأيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله شرح هذه العقيدة بشرح مبسوط وواضح جدا، يعني يفهمه المتوسط من طلاب العلم على عادته وطريقته رحمه الله في تذليل العلم لطلابه، فيعتنى بهذه الشروح. وهناك شروح أيضا تخرج تباعا والمطابع ما زالت تتحفنا بين حين وآخر بهذه الشروح النافعة الماتعة. يقول هل الدروس في هذه الدورة الصيفية مرتبطة ببعض من حيث الشرح لعدم استطاعة حضور جميع الدروس؟ كل كتاب له شرحه الذي يستقل به، والارتباط للسفارينية بكتاب التوحيد، وإن كان هناك تشابه كبير في مباحث الدرس الأول والثاني بين سلم الوصول وكتاب التوحيد. يقول رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمة الله عليه بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا حيث افتتح بها، وأجمع الصحابة على كتابتها في المصحف على خلاف بينهم هل هي آية أو ليست بآية. مع إجماعهم على أنها آية أو بعض آية من سورة النمل وليست بآية من سورة التوبة، وهل هي آية من الفاتحة أو من جميع السور أو آية لا من سورة بعينها بل نزلت آية للفصل بين السور، وهذا ما يختاره شيخ الإسلام، والخلاف موجود مزبور في مكانه. اقتداء بالقرآن العظيم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو افتتح رسائله بالبسملة كما في كتابه لهرقل العظيم الروم وغيرها، كلها مفتتحة بالبسملة. وإذا كان القرآن جمع فيه بين البسملة والحمدلة فإن الرسائل النبوية تفتتح بالبسملة فقط، والخطب النبوية تفتتح بالحمدلة، والكتاب الذي بين يدينا فيه بسملة وليس فيه حمدلة في أكثر النسخ، وإن وجد في بعضها كما أشار بعض الشراح وبعض المحققين إلا أن أكثر النسخ ليس فيها حمدلة كما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث اعتبر الكتاب بمثابة الرسالة لطلاب العلم، والرسائل تفتتح بالبسملة فقط، مع أن الإمام مسلم افتتح كتابه بخطبة بين فيها منهجه وصدرها بالحمدلة كالخطب، لأنها خطبة للكتاب. وعلى كل حال الأمر في هذا سهل، فإذا حصل الابتداء بذكر الله مما هو أعم من البسملة والحمدلة كفى، لكن الجمع بينهما كما كان أو كما حصل في القرآن أولى. جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، في رواية بحمد الله، وفي رواية بذكر الله، وفي رواية بحمد الله والصلاة على نبيه، إلى غير ذلك من الألفاظ التي حكم عليها بعض العلماء بجميع هذه الألفاظ بجميع الطرق، حكم عليها بالضعف وأنه لا يثبت منها شيء، وإن أثبت ابن الصلاح والنووي وجمع من العلم لفظ الحمد فقط وحكموا عليه بالحسن. وعلى كل حال الاقتداء بالقرآن يقتضي هذا، يقتضي أن نفتتح بالبسملة والحمد. كان بعضهم بعض المعاصرين ممن ضاق نظره لما رأى بعض العلماء يضعف الحديث بجميع طرقه وألفاظه، قال إننا لا نعمل بحديث ضعيف، لا نعمل بأحاديث ضعيفة، فجرد كتابه من البسملة والحمد لأنه لا يعمل بالضعيف. بل زاد بعضهم حتى قال في مقدمة كتابه كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمد، هذا جهل، هذا جهل مركب يزعم أنه يعرفه في الحقيقة أجهل من الجاهل. نظيره من سمع من يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، سبحان الله أنت ما وصلت الأربعين كيف تقول هذا الكلام؟ نعم. وسمع بعضهم من يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. لا، قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، نعم، إذا صادفت ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو عني، قال تظنك في ليلة القدر؟ هذا جهل، يعني إذا ربط شيء بشيء لا يقتضي تخصيصه به. لكن قد يكون من بلغ الأربعين أولى أن يقول هذه الكلمة ممن لم يبلغها،
لأن النعمة بالنسبة له اكتملت، ولا يمنع أن يقول الشاب الكبير والصغير ربي أوزعني، يعني ألهمني أن أشكره. إذا ألهم الشكر فقد تمت عليه النعمة، لأن الشكر يقتضي المزيد. فكون الإنسان يستدرك على من يقول ربي أوزعني ولما يبلغ الأربعين هذا جهل، كما أن من يستدرك من يفتتح كتابه بالبسمة والحمدلة لمجرد تضعيف من ضعف، يعني هل المسألة لا تثبت إلا بهذا الحديث؟ أليس بالبداءة باقتداء بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ يعني إن لم يثبت القول ثبت الفعل، إن لم يثبت القول ثبت الفعل. ونظير ذلك شخص جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى ارتفعت الشمس ثم صلى ركعتين، فتجد من يقول ليش تجلس والحديث ضعيف، لماذا تجلس والحديث ضعيف؟ ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس، هذا على افتراض أن الحديث ضعيف. لكن بعض الناس إذا سمع شيئا لم يحسن تطبيقه، والناس بأمس الحاجة إلى معرفة السنة وإلى فقه السنة وفقه تطبيق السنة، لأن بعض الناس قد يعرف السنة لكن لا يحسن تطبيق السنة ولا يفقه تطبيق السنة، فيقول كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمد. لماذا؟ لأنه سمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول الحديث بجميع طرقه وألفاظه ضعيف، وسمع الشيخ يقول أن الضعيف لا يعمل به في جميع أبواب الدين. وهذا الذي قال هذا الكلام ليس من طلاب الشيخ ولا من المعروفين عن الأخذ عن الشيخ، يعني طلاب الشيخ لا يقول مثل هذا الكلام، لكن وجد من يقول، يعني بالحرف أنا قرأتها في كتاب من الكتب يقول كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمدلله. شو معناه؟ أن هذا مجرد تتابع عليه يقلد بعضهم بعضا من غير أصل ولا أثارة من علم، وهذا جهل مركب. بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام على البسملة مذكور في الشروح وفي التفاسير وغيرها في كلام طويل جدا لأهل العلم في كل كلمة من كلماتها الأربع، فلسنا بحاجة إلى أن نكرره مع أن تكلمنا عليها مرارا في مناسبات كثيرة. يقول رحمه الله كتاب التوحيد. كتاب التوحيد مثل ما ذكرنا سابقا عنوان الكتاب الأصلي كتاب التوحيد، وهذه ترجمة داخل العنوان الأصلي أو أنها هي العنوان الأصلي، وقول الله تعالى هي معطوفة على التوحيد، يعني كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى هذا الأصل، مثل ما يقول البخاري باب كذا وقول الله تعالى، وبعضهم يرفعها بناء على أنها على أن الواو استئنافية. والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة، والمصدر والمادة بجملتها تدل على الجمع، والكتاب المراد به المكتوب الجامع لمسائل التوحيد، المكتوب الجامع لمسائل التوحيد. والتوحيد مصدر وحد يوحد، مصدر وحد يوحد توحيدا، توحيد جعل الشيء واحدا، توحيد جعل الشيء واحدا. ولذا جاء في الحديث المروي في السنن لما تشهد أشار بأصبعيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحد أحد، يعني أفرد من تعبد، وأشر بأصبع واحدة،
للإشارة إلى أنه واحد، المعبود واحد. وقول الله تعالى الواو هذه عاطفة، والعطف على نية تكرار العامل، فكأنه قال وكتاب قول الله تعالى. وإذا قلنا إنها استئنافية ضممنا ورفعنا القول، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. الآية تدل على الغاية والهدف الذي من أجله خلق الله الجن والإنس، وهي تحقيق العبودية لله تعالى، تحقيق العبودية لله تعالى. أن الكتاب كتاب التوحيد، والآية تدل على العبودية، لأنه جاء تفسير بعض السلف إلا ليعبدون يعني ليوحدون، يعني إذا قلنا ليعبدون المراد به العبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. صارت دلالة الآية على الترجمة التي هي التوحيد مطابقة، المطابقة لو قلنا ليعبدوا ليوحدوا، نعم طب نعم بدلالة التضمن، التضمن، فالعبادة متضمنة للتوحيد، العبادة متضمنة للتوحيد لأنها أعم من التوحيد، لأن العبادة تشمل العبادات البدنية والقلبية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الغاية العظمى من خلق الجن والإنس. وإذا تخلى الواحد من الجن والإنس من المكلفين منهم عن تحقيق هذه الغاية، صار لا فرق بينه وبين سائر المخلوقات، لا فرق بينه وبين البهائم غير المكلفة، إلا أن التبعة عليه أعظم، لأن غير المكلفين لا يعاقبون ولا يؤاخذون. ولذا يقول الكافر حينما يرى البهائم بعد الاقتصاص منها والمقاصة تكون ترابا، وحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالمكلف عليه هذه المسؤولية العظيمة، الأمانة التي عجز عن حملها السماوات والأرض وحملها الإنسان، فهو مكلف بهذه العبودية من غير اختيار، من غير اختيار، لا بد أن يحقق هذا الهدف. فإذا لم يحقق هذا الهدف فإنما آله إلى العذاب، نسأل الله السلامة والعافية، كل بقدره وبحسبه، وبحسب ما يخل به من فروع هذه العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا حصر. قد يقول قائل إن الجن والإنس لهم وظائف في هذه الحياة غير العبادة، وإذا نظرت في أحوال الناس وجدت أن العبادة بالنسبة لأوقاتهم إنما تستغرق جزءا يسيرا، لسيما إذا اقتصر على الواجبات وترك ما لا يؤاخذ بتركه، فإن نسبة فعل هذه التكاليف إلى بقية وقته نسبة يسيرة. الصلاة كم تأخذ عليه في اليوم والليلة؟ ساعة أو ساعتين من 24 ساعة،
هذا ما يتكرر في كل يوم، الصيام يأخذ عليه 1/12 من عمره، الحج في عمره مرة واحدة، وهكذا. وهو مخلوق لتحقيق العبودية، وتجد أكثر الوقت عنده في أمر دنياه، لكن الأصل أن المسلم متلبس بالعبادة في جميع أحواله، وإذا التفت إلى شيء من أمور دنياه فإنما هو من أجل تحقيق هذه العبودية، لأنه لا يمكن أن يحقق العبودية إلا بامتثالي ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن إذا استغرق وقته وجهده في أمور الدنيا وجعل الدين تبع لهذه الدنيا صار عبدا للدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، وحينئذ يكون مخلا بتحقيق الهدف الذي من أجله خلق، وهو تحقيق العبودية لله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأنه يستشكل بعض الناس، يقول الناس يعني 20 ساعة أو أكثر من 20 ساعة في غفلة. نقول المسلم الأصل فيه أن لا يغفل عما خلق له، وإذا كان على باله تحقيق العبودية صار في عبادة، وإذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وإذا نام من أجل أن يتقوى على طاعة الله فهو في طاعة، وإذا أكل من أجل أن يتقوى على الطاعة فهو في طاعة، فتصير أعماله كلها بما في ذلك ما نفعه محسوس، يكون كله من باب تحقيق هذه العبودية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم العبادة به إلا به فهو عبادة. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أولا، كلمة التوحيد التي قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، في رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. تحقيق هذه الكلمة الذي هو التوحيد بالإثبات والنفي، بإثبات الألوهية لله جل وعلا وحده بدليل الحصر، لا إله إلا الله، لا إله معبود بحق إلا الله جل وعلا. وفي معناه قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لأن هذا التوحيد مما تتفق عليه الشرائع، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله بمثابة إلا الله، واجتنبوا الطاغوت بمثابة لا إله، فهي تدل على كلمة التوحيد، مما يدل على أن كلمة التوحيد مما اتفقت عليه الشرائع، وأصول الأديان واحدة، أصول الأديان واحدة، والأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، يعني الأصل واحد، أولاد العلات الأخوة لأب، فالدين الأصل الذي هو الأب واحد يشتركون فيه، لكن الأمات مختلفات، فالشرائع لكل نبي من الأنبياء شرعة ومنهاج سبيلا وسنة، شرائع مختلفة هي متفقة في كثير منها، لكنها أيضا لكل زمان ولكل أمة من الأمم ما يناسبها من الشرائع.
ينسخ منها ما لا يناسب الأمة التي تليها، ويبقى ما يناسبها معمولا به، وكل نبي يبعث إلى قومه بما يناسبهم إلى أن جاء النبي الخاتم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام فنسخ جميع الشرائع. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت فعلوت، والواو والتاء يؤتى بها للمبالغة كما في جبروت وملكوت ورحموت. واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى من الطغيان وما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وكل ما عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. ما عبد من دون الله فهو طاغوت، ولا يلزم أن يسجد له ليكون معبودا من دون الله. إذا أمروا بمعصية أو نهوا عن طاعة واستجيب لهم فقد اتخذوهم أربابا من دون الله. لما قال عدي بن حاتم إن ما عبدناهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما عبدناهم يعني ما سجدنا لهم ولا لا. قال أليس يأمرونكم فتأتمرون وينهونكم فتنتهون، تلك عبادتهم. فإذا كان يأمر الناس ويلزمهم بالمعاصي وينهاهم عن الطاعات ويأتمرون بهذه الأوامر وينتهون عما نهاهم عنه، هذه عبادة، وحينئذ يكون طاغوتا. إذا يقرر أهل العلم أن الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكون المعبود راضيا قيد لا بد منه، وإلا فقد عبد من دون الله ناس أخيار، منهم أنبياء ومنهم أولياء ومنهم صالحون. هل يقال إنهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إذا رضوا بذلك؟ نعم، إذا رضوا بذلك نعم. الآية وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، الآيات التي ساقها الإمام رحمة الله عليه في هذه الترجمة كلها تقرر معنى لا إله إلا الله، ففيها النفي والإثبات، الحصر بطريق النفي والإثبات. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حصر، حصر العبادة به جل وعلا، فلا يجوز أن يعبد غيره، وبالوالدين إحسانا. وفي معنى الآية قول لا إله إلا الله، ألا تعبدوا لا إله إلا إياه بمثابة إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بعبادة ونهي عن شرك، ففيها معنى لا إله، والنفي معناه النهي، وهنا أمر بالعبادة أمر بالعبادة ونهي عن الشرك. فالأمر بالعبادة وهي إثبات العبادة لله جل وعلا، والنهي عن الشرك هو نفي ما يعبد مع الله جل وعلا
المنفي بقوله لا إله وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا فيه تحريم الشرك، تحريم الشرك، ومن لازم تحريم الشرك وجوب التوحيد، لأنه لا يتم تحريم الشرك ومنع الشرك والامتناع عن الشرك إلا بتحقيق التوحيد، لأنه إذا لم يتحقق التوحيد فالشرك حاصل، إذا لم يتحقق التوحيد فالشرك حاصل. لأنه قد يقول قائل إن الله حرم الشرك لكن ما أمر بالتوحيد في هذه الآية. في الآيات السابقة فيها تقرير التوحيد ونفي الشرك كما تدل عليه كلمة التوحيد، لكن هنا ما فيه تقرير للتوحيد، فيه حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. لا يتصور انتفاء شرك إلا بإثبات التوحيد. نعم، لماذا؟ لأنهما نقيضان لا ضدان، لأنه لا يوجد شخص لا مشرك ولا موحد. الشرك مع التوحيد نقيضان، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، وليس بضدين بمعنى أنهما قد يرتفعان ويحل محلهما غيرهما، لأن الفرق بين الضدين وبين النقيضين أن الضدين لا يجتمعان لكن يرتفعان، قد يرتفعان. السواد والبياض ضدان، ضدان، لا يمكن أن يكون المحل أبيض أسود في آن واحد، لكن قد يرتفعان، قد يرتفعان فيكون المحل أصفر أو أخضر أو أحمر، لكن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا في آن واحد. والتوحيد والشرك من باب النقيض، فإذا وجد الشرك ارتفع التوحيد، إذا وجد التوحيد ارتفع الشرك، لأنهما نقيضان. ولذا قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. طيب وين دلالة إلا الله الذي هو التوحيد؟ لا تشركوا به شيئا، لا إله إلا الله إثبات للتوحيد، إثبات لألوهية الرب جل وعلا وحده لا شريك له. نقول إذا حرم الشرك فقد أوجب التوحيد لأنهما نقيضان. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى. يقول ابن مسعود، عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن ابن أم عبد، صحابي جليل مات في خلافة عثمان قديما، ولذا لا يعد من العبادلة، العبادلة الأربعة ليس منهم ابن مسعود، إنما المراد بهم من تأخرت وفاتهم واحتاج الناس إلى علمهم، وهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير، هؤلاء تأخرت وفاتهم وإن كان بالمكان الأعلى والموقع الأسنى ابن مسعود من جلة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. هل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يوصي، أراد أن يوصي، حصل الاختلاف فلم يوصي عليه الصلاة والسلام،
فلا وصية لأحد، لا لعلي بعينه ولا لغيره بالنص. أما بالنسبة بالاستنباط فالإمامة بعده لأبي بكر رضي الله عنه، وهو الخليفة بعده بإجماع المسلمين، ومن طعن في خلافته فقد أزرى بالأمة بكاملها وتنقص النصوص الدالة على فضله مما يوحي بخلافته بعده عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الأمة بعد نبيها. أما تنصيص على أحد أو وصية بشيء بعينه إلا ما جاء من التوصية بالنساء وما ملكت الأيمان، توصية بالصلاة، فهذه أشار إليها عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. وهذا استنباط من ابن مسعود، وله القدح المعلى فيما يتعلق بالقرآن الكريم، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. هذه كأنه أوصى بها لاهتمامه بها والعناية بشأنها، وقال بحيث أمر بها: قل يا محمد تعالوا أيها المسلمون أتل ما حرم ربكم عليكم. فكأنها وصية، والوصية غالب ما تكتب في آخر الحياة ويموت عنها الإنسان من غير تغيير ولا تبديل. فهذه الآية من الآيات المحكمة التي طبع عليها أمر الأمة بعد بوفاته عليه الصلاة والسلام من غير تغيير ولا تبديل. الآية والآيات والحديث إذا اقتصر على بعض الآية ثم قيل الآية، أو ذكر بعض الآيات فقيل الآيات، أو ذكر بعض الحديث فقيل الحديث، كلها بالنصب. فكأنه قال: أكمل الآية، أو أكمل الحديث، أو اقرأ الآية، أو اقرأ الحديث. ومنهم من يجوز الرفع. قالوا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وسيأتي في المسائل، وهي فوائد استنبطها المؤلف رحمه الله تعالى من النصوص السابقة، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يركب الحمار، وحج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل، ما يدل على التواضع، بدليل: وحج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، يدل على أن الرحل مركوب متواضع، فعلى الإنسان أن يتواضع. النبي عليه الصلاة والسلام ركب حمار، وجاء في نصوص كثيرة أنه كان يركب الحمار ويركب الدابة، ومع ذلك يردف يركب معه على الحمار شخص آخر. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ولابن منده جزء فيه من أردف النبي صلى الله عليه وسلم، وزادوا على الثلاثين، زادوا على الثلاثين. فهذا فيه تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. ونجد بعض الناس يشتري ويبالغ في شراء المركوب، ويصرف في ذلك ما يصل به إلى حد السرف المحرم، ومع ذلك تجد في المقدمة السائق فقط، وتجده في الخلف
بمفرده يأنف أن يركب معه أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وأردف على الحمار، لا بد أن يكون الحمار يطيق الإرداف، لأن الناس يتفاوتون بعضهم يزن اثنين، فإذا أردفت واحد من هذا النوع قد لا تطيق الداب، كل شيء له حمولته. الآن في المصنوعات يقررون ما تحتمله هذه الآلة من الأجسام، تجد هذه السيارة حمولتها طن وهذه 5 طن، فإذا زدت عليها لا شك أنه يؤثر عليها. وتجدون في المصاعد حمولة 13 أو 15 شخص بحيث لا يزيد وزنهم عن 1000 كيلو، تجيب لي 15 شخص على 200 أو 150، أنا أطنان. هذه تتأثر، قد يقول قائل خل تأثر السيارة ثم ماذا، لأن الدابة إذا تأثرت تتألم، وألمها لا شك أنه يضر بها، وأمرنا بالإحسان إليها، ولا يجوز أن نحملها ما لا تطيق. لكن السيارة يقول ملكي اشتريته بدراهمي، اكتبوا 5 طن حمولتها، أنا أحمل 10، ما المانع؟ نقول لا، هذا فيه إتلاف للمال، إتلاف للمال. والذي تجدون في الطرقات محلات وزن للسيارات، لأنها أولا تحميلها أكثر من طاقتها يضر بها ويتلفها، يسارع بتلفها، وأيضا إضرار بالطرقات التي هي في الأصل لعموم المسلمين، فلا يجوز التعرض لها بما يمنع من الإفادة منها. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. وفي المسائل التي يأتي ذكرها أن الصحابة قد لا يعرفون مثل هذه الأمور، بل لم يعرفوا هذه الأمور قبل أن يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواقع. ما في مصدر من مصادر تلقي العلم الشرعي إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، ولذلك أجوبتهم: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. يردون العلم إلى عالمه، ولا يتخبطون أو يقولون بآرائهم. لكن لو اجتهد معاذ وقال: لعل المراد كذا، أو لعل حق الله على العباد كذا، أو لعل حق الله أو حق العباد على الله كذا، بحضرته عليه الصلاة والسلام فأقره، نقول هذا تشريع. لكن من تمام أدبهم يقولون: الله ورسوله أعلم. وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام ظاهر، هو أعلم من غيره، لا سيما فيما يتعلق بأمور الدين. وماذا عن بعد عن هذا الأمر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ إذا سئلت عن مسألة لا تعرفها، فإن كانت من أمور الدين هل يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، أو بعد وفاته تقول الله أعلم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا يعلم شيئا. أو على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل العلم الشرعي أعلم على كل حال، ولا علم إلا عن طريقه. في أمور الدنيا مثلا تقول: ما هذه السيارة؟ تقول: الله ورسوله أعلم. لا،
ما يمكن، الرسول لا يعلمها، الله جل وعلا يعلمه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف يكون، لأن الله جل وعلا أخبر عن أهل النار أنهم لو ردوا لعادوا، ولن يردوا، لكن لو ردوا لعادوا، وهذا ما كان ولا يكون أيضا، لكن الله يعلم منهم أنهم لو ردوا لعادوا، ويعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا لا إشكال فيه. تقول الله أعلم، ومن أدب المفتي إذا سئل عما يخفى عليه يقول الله أعلم، وإذا أجاب بجواب أن يختم بقوله والله أعلم، وهذا من أدب الفتوى. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام في حياته لا إشكال في مسائل الدين، لكن قد يخفى عليه ما لا يحتاج إليه، لأنه لا يعلم إلا ما أعلمه الله جل وعلا، لا سيما من أمور الغيب، لا يعلم إلا ما أعلمه الله جل وعلا. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. في مسائل الدين لو سئلت عن مسألة من مسائل الحج وهي تخفى عليك مسألة نازلة، تقول الله أعلم، هذا لا إشكال. تقول الله ورسوله أعلم باعتبار أنه أعلم من كل أحد في مسائل ما يتعلق بالدين، نعم، حتى لو سئل من قبل غيره في مسائل الشرع التي تلقيت عن طريقه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعلم بها، لكن الكلام فيما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، هل نقول أنه انقطع علمه بوفاته، أو نقول أنه لا يزال ما دام العلم كله عن طريقه فهو أعلم؟ ولا شك أن التعبير بهذا ما عهد ولا عرف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، والأحوط والأولى والأحرى أن يقال الله أعلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل الله ورسوله أعلم مستصحبا مثل هذا أن الدين ما جاءنا إلا عن طريقه وهو أعلم منا بجميع مسائل الدين، فقد يكون له وجه. لما قال الله ورسوله أعلم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما سأل عنه، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق. لكن هل الحق منحصر بهذا؟ إذا قلنا يعبدوه بالمعنى الأعم فلا إشكال، يعبدوه يدخل فيها التوحيد، تدخل فيها الصلاة، الزكاة، جميع أبواب الدين. ولا يشركوا به شيئا، بأن يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغيره. وإذا قلنا يعبدوه يعني يوحدوه، فحقه الأعظم العبادة بمعنى التوحيد، والعبادة بمعناها الأعم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي تحقن الدم وتعصم المال. ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله. هل الله جل وعلا له حق على العباد؟ بلا شك،
لأنه هو الذي خلقهم والذي أوجدهم والذي يرزقهم وبيده أزمة أمورهم، فله حق عظيم عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، وهل للعباد على الله من حق؟ إذا قلنا أن الوالد هو سبب وجود الولد، فحق الوالد على الولد أن يبره، وحق الولد على والده أن يحسن تربيته. نعم له حق عليه، حق شرعي، لكن إذا عرفنا أن حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فحق العباد على الله، يعني هل هذا من باب المقاضاة والمجازات؟ مادام وفوا حقه عليه أن يوفيهم حقوقهم، لا يجب على الله شيء من قبل غيره، لكن الله جل وعلا أوجب على نفسه هذا الحق وقضى على نفسه بهذا الحق، كما أنه حرم على نفسه الظلم. حرم على نفسه الظلم، والمعتزلة يسيئون الأدب في مثل هذا الحق فيوجبونه على الله جل وعلا كأنه معاوضة بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن الله أوجب على نفسه وألزم نفسه بهذا الحق فضلا منه وتكرما، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لكن جاءت نصوص تدل على أن من ارتكب كذا فعقابه كذا وعذابه كذا، ومتوعد بالعذاب، توعد بدخول النار وإن كان موحدا، إذا كان من عصاة الموحدين الذين ارتكبوا بعض الكبائر التي توعد عليها بالنار، هل يعارض هذا ما معنا من الحديث أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ إذا لا يشرك بالله شيئا لكنه شرب الخمر وتوعد أن يسقى من طينة الخبال، توعد الزاني وهو لا يشرك بالله شيئا، مقتضى هذا الحديث حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يبقى هذا بإجماله وتلك بتفاصيلها وبيانها، لا يعارض بعضها بعضا، فلا تضرب النصوص بعضها ببعض، أن من لا يشرك بالله شيئا أن لا يعذب العصاة، العصاة متوعدون بالعذاب وهم عند أهل السنة والجماعة تحت المشيئة. لكن ألا يمكن أن يطلق الشرك على المعصية؟ بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فالذي يترك الواجبات أو يرتكب المحرمات لا يسلم من شوب شرك، وإن كان لا يخرجه من الملة لكنه لا يسلم من شوب الشرك، لأن الذي بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولا شك أن من يترك الأمر أو يرتكب المحظور الممنوع أنه اتبع من دعاه إلى هذا المحظور، اتبعه وجعله إلها أطاعه ولو في هذه المسألة، فلا يسلم من شوب الشرك، فلا تعارض، إلا يعذب من لا يشرك به شيئا، نكرة في سياق النفي، فتعم جميع الأشياء، تعم جميع الأشياء. والشرك
لا يشرك بالله شيئا، أدنى شيء وأدنى شرك، ومفهومه أن المشرك يعذب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فعذابه حتم. والجمهور على أن الشرك الأكبر لا يمكن أن، عموم أهل العلم على أن الشرك الأكبر لا يغفر، بينما الخلاف في الشرك الأصغر، الخلاف في الشرك الأصغر هل يغفر فيدخل تحت المشيئة أو لا يغفر فيدخل تحت عموم الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أما الشرك الأكبر في محل اتفاق أنه لا يغفر وصاحبه خالد مخلد في النار، وأما بالنسبة للأصغر فمحل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الدخول دخوله في الآية، وإن كان حكمه حكم مرتكب الكبائر أنه يعذب ثم يخرج من النار إلى الجنة. ومنهم من يقول أن حكم الشرك الأصغر حكم الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن الآية بعمومها يدخل فيها أنواع الشرك. ويقول أذكركم بانتهاء وقت الدرس الأول، قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، فيه مشروعية تبشير المسلم بما يسره، فيه بشارة المسلم بما يسره. قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه يعني البخاري ومسلم في الصحيحين، لا تبشرهم فيتكلوا، مما يدل على أن بعض العلم يجوز حجبه وكتمانه إذا خشي منه الضرر على سامعه، لأن بعض الناس قد لا يحسن الإفادة من هذا العلم. حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، لأن بعض العلم لبعض الناس فتنة، وهذا مضطرد. فنصوص الوعيد لا تلقى على خوارج، ونصوص الوعد لا تلقى على مرجئة، لأن هذه تزيدهم في بدعتهم. ومع ذلك الأصل نشر العلم، الأصل أن من تعلم علما عليه أن يبلغه، بلغوا عني ولو آية. ويبقى أنه على خلاف هذا الأصل، أنه إذا خشي من الضرر أن يلحق المستمع أن يحجب هذا العلم عن هذا المستمع. لا تبشرهم فيتكلوا، لأن من الناس من إذا سمع هذا الكلام قال أنا موحد، إذن لا، لن أعذب، ويغفل عن النصوص الأخرى، ويغفل عن النصوص الأخرى. لكن معاذا رضي الله تعالى عنه أخبر بها عند موته تأثما، خشية من الوقوع في الإثم المرتب على الكتمان، المرتب على الكتمان الذي جاء ذمه في الكتاب والسنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.